عسلامة مدام. عسلامة. لاباس؟ الحمد لله عايش. قدم لنا روحك. مدام بيا من تونس. مرحبا بيك مدام بيا. اش تعمل في حياتك؟ في الدار. ربت بيت. ربت بيت. مرحبا بيك حذينا. موضوعنا، هل مازلنا التوانسة نثمنوا العلاقة مع العائلة الكبيرة؟ ما عادش. علاش؟ برشا حاجات ما نعرفش، العائلة ولت ما عادش تقابل برشا، مثلا الدنيا غلات، ترانسبور غلاء، اللي من الخط مش تمشي لخوختها ترانسبور غلاء، المعيشة غلات، واحنا التوانسة حتى كي نحبوا نمشوا نطلوا على خواتنا مثلا نحبوا نهزوا، ما نمشوش فارغين. الخوات ما بيناتهمش توا اختك، اما ذيك العادات نتاعنا، عاداتنا لازم لازم لازم، انا ما نجمش نمشي بلاش. لازم كي تدخل لازم، اي اكيد لازم 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 حاجه في يد. واصلا حتى الفضاء ما عادش راهو، هو الوقت زاد، الوقت الوقت ما عادش بالكل، هاني ربت بيته ما نفضاش باش ما نلقاش وقت اللي نمشي، صغيرات يقراو يمشيو ويجوا داخلين خارجين، ما نلقاش وقت بالرسمي. الأغلبية الأغلبية والله حتى أنا هاني فاميلتي راهي قريبة، ما عنديش فاميلة بعيدة مثلا اللي نقول ترانسبور غالي ولا معناها تنجم تاخذ وسيلة نقل عمومي تهزك لدار أختك ولا لدار أخوك. ماشي. أما مشاغل الحياة، صغيرات يقراو، الوقت ديما يمشي يجري يجري، هيت 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 هيت، هذه في هذه، هذاك علاش. قديش عندنا هكا ملي ولا فما تفكك أسري بين العائلات في تونس؟ بالحق قرابة، احنا تو قرابة العامين، ثلاث سنين هكا بديت، حتى أكثر نتصور هكاك بديت نتقابلوا في مناسبة من العرس للعرس، في زادة حتى في العيد، حتى يجي واحد ويمشي واحد، وخاصة عاد إذا كان الوالدين ماهوش موجودين الكبار، معناه اللي يلموا العائلة، الأم والبوم الدار الكبيرة، ذيك هي اللي احنا سميناها الدار الكبيرة. فين صعيب شوية، صعيب شوية إذا كان مازالوا يتلموا، حتى كي يتلموا يتلموا البنات، لازم فما زوز ما همش موجودين، واحد مش موجود ولا زوز متعاركين، لازم موجود، كل شيء موجود، لازم في العائلة، لازم لازم لازم. شنو اللي يخليهم ما يجيوش؟ والله لا نعرف السؤال هذا، أنا ديما نسأل فيه وحدي، ديما نسأل في السؤال من غير سبب، حتى من غير سبب، علاش ديما طو احنا حاطين من ضغوطات الحياة، باري من الحياة من الدنيا ومن المشاغل برشا ومن. هل هذا مبرر انه باش انت باش ما تمشيش تطل على اخوك، ولا اخوك ما يجيش يطل عليك او يسال عليك حتى بالتليفون؟ لا بالتليفون الحمد لله قاعدين نسالوا، هذاك علاش، هو كانه التليفون قرب كل شيء، هو راهي المراه الاخت هي اللي تمشي لخوها، راه حتى اخو يسال، هو بالنسبه لنا اخو بطبيعه ديما يسال تليفون هو كانه التليفون زاد اللي قرب، زاد راه التليفون هو اللي الفيس. ممكن ما يجيش اما الاخت ما تصبرش. ايه فما فما الحمد لله، نحن تو مازلنا لاباس، انا بالنسبه لاخوتي يجوني لاباس، نسوي اخوتي لاباس الحمد لله بارك الله فيهم، زادوا حتى كي يجوني نقول بارك الله فيهم. ايه احنا نحكيو بصفه عامه مش حتى عليك انت، بصفه عامه نقصت حتى انا كي نسال هكا كي نحكي مع العباد نسمعها كلمه اختي ما جاتنيش عندها برشا، اخويا ما جانيش عنده برشا، ساعات نعذر خاصة كي تحكي لي على الترانسبور بعيد شوية، نعذر خاطر الترانسبور غالي، الدنيا غليت زادة ومن الغلاء، أنا نصور من الغلاء. هل المكالمة بالتليفون تكفي؟ والله شيء ساعات ما نكملوش حديثنا بالتليفون يقص. شكون من عائلة عندك برشا ما قابلتوش؟ مش بالضرورة يكونوا أخواتك. لا أنا احنا الوقت الحالي، الوقت الحالي نسكنوا وحدة بعضنا الحق، ما عنديش برشا يعني. احنا كلنا موجودين هنا الحق، في بن عروس تونس وكلنا قراب، ما عندناش برشا ولاد عمك ولاد خالتك. قديش عندك ما ريتهمش؟ لا 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 نتقابلوا عندنا، روحنا للبلاد السنه جمعنا الزيتون تلمينا الكل. برشا معناها تتلموا في المناسبه؟ نتلموا ونفادك، وكل واحد يمشي على صغيرات ولدار وكها. علاش قلت لك يتوفى الام والبو لاخواتي يتفرقوا؟ ما نعرفش علاش، والله لا نعرف علاش، وقت اللي هما بعد وفاه والديهم ماليهم كاين بعضهم، كان في المناسبات في المناسبات اما حقهم يزيدوا يقربوا اكثر هكا، ولا في الجمعه مره وفي الجمعه مرتين ما عادش، لا كان شي في المناسبات، اما بالتليفون يظهر لي حتى التليفون زاد كهو. انا متصور التليفون ومشاغل الحياه برشا. مدام شنو الاسباب اللي تخلي معناها العلاقه بين الاخوات تموت؟
انا عندي السكر. دي كثر خير وما اكرمه. كهو خيتي ولا كهو. خذي السكر خاي المباشر هذه. خذ السكر خذ. شنو نعمل بيه بلدا؟ نرجع لموضوعنا، شنو الحاجات اللي تخلي العلاقه بين الاخوات تموت؟ ما نجمش نجاوب على سؤاله، ما نعرفش الحق والله، لا نعرف. ورث مثلا؟ خاطي احنا ما عندناش ورث. كاين بتتر ذيك، علاش العلاقه ما بيناتكم طيبه؟ يمكن بالحق خاطر ما عندناش. بابا ما خليش معناها هذاك، هو بابا قاعد موجود. بالك ساعات البو ما يخليش بالعاني باش ولاده يبداو قراب لبعضهم برشا؟ يمكن موجود عندنا، نسمع به الحديث هذا، يقول لك الورث هو اللي فرق. ما احنا الحمد لله بابا ما خلينا ورث، هو مازال موجود لمحاله، ربي طال ربي فضله. ما عندناش ورث نتاع عارك ونتاع مش. باش تنصح الاخوات اللي تفرقوا على بعضهم في معناها بسبب الورث؟ اكثر من ربي يهديهم ما نجم نقول حد شيء، ربي يهدي الجميع، وربي زاد يطول لهم في عمرهم ميماتهم وخوياتهم، وما يدوم شيء في الدنيا هذه، ما يدوم كان وجه ربي. يقولوا اللي الفلوس وسخ الدنيا وقت اللي تخلي الاخوات يتفرقوا على بعضهم. الحمد لله، انا قلت لك هذا ما عندناش منها، اما الحمد لله ان شاء الله ربي اللي عنده الفلوس ربي يهديه، والام زاد والبو ان شاء الله ما يحطوا شك التميز اللي بين الاخوه. الأم تنجم تميز ما بين ولادها؟ موجود، ربما موجود الحمد لله، وربي يهدي جميع، ربي يهدي جميع، وربي يعطينا الوقت الطيب وينحي علينا هالغلاء، وما نعرفش برشا حاجات، وعندنا زاد حتى العباد تحسها مش متربية شوية، ولا أنا في نظري العباد قلة أخلاق، قلة أخلاق برشا برشا موجودة هذاك زادة. قلة الأخلاق، كل ولد الخو ما عادش يسلم على عمته، وبنت الخو الخالة عادية، فهمتي؟ جيل توا ماهوش. نخلي لك كلمة الختام. شكرا، بارك الله فيكم. وربي يحن علينا زادة بالغيث النافع، هذاك هو ركب زادة بالقدا، تنحى علينا الأزمة. وكهو